السلام عليكم ورحمة الله الإخوة المتابعين الكرام. هاد الصالون ما سامبل ماشي شي حاجة، وإنما علاش أنا اليوم بغيت نتكلم عليك، بغيت نتكلم على هاد المخدة اللي في الدار فقط. هاد المخدة علاش مني كيكون هاد المخدة طوال لا فاليز كيوليو كيتعوجو كيوليو كيطيحو حتى هما عامرين بلا وطن، ماشي ماطلة ديال البونج. هادي خصها تكون ماطلاسي واقفة بحال هكا كما كتشوفوا. الطريقه باش خصنا نخدموها هي الجوا ملي نخيطو على شكل لافاليز، نخيطو لي دوك القنات. الطريقه سهله، غادي نديرو هو الوسط ونبداو نعمرو عليه باللاباط ان شاء الله. هاد العمليه راه سهله بزاف، كتطلب واحد شويه الوقت، يعني غادي تزيد واحد ربع ساعه في كل مخده، انما راك غادي تعطي للكليان حاجه معتبره. غادي نخيطوا لها دابا الفم ديالها. ملي دخلنا هاد اللواط هادي انتم تابعوا معايا ان شاء الله كيفاش غادي نشبها وندير لها التنبال ديالها باذن الله تعالى. ونبداو على بركه الله في التنشاب. هذا المخيط باش كيخدموا صحاب الطلقان، هما كيسميو هادشي التوراد، تبارك الله عليهم، راه حتى هما كيتعتبوا في خدمتهم باش كي يقادو ديك المضربة ديال القطن. هانتوما دابا هدا اللواط ساهل في التدخل، مكيجيش صعيب بحال القطن. المضرب يا مساكن اللي كيتعتبو، هداك القطن قاسح كتلقى ليهم قاع يديهم تنبلو بهداك، الله يشافيهم والله يوقف معاهم الله يحسن العوان. هادي دابا المخدة راه كملات في العمارة أو كنلبسوها، غادي تبقى واقفة إن شاء الله تعالى بإذن الله. ما عمرها دير الكرشة هذه لأنها مشدودة مزيان، وما عمرها طاح لأنها كاينة فيها بونجة من الوسط. ما كيطلبش هاد الشي بزاف، هاديك البونجة اللي بغيت تزيد راه بغيت نقصها في اللاباط. وهاكا طلعنا زوين هاد الصالون، معتبر، ما غاديش زيد شوية ونقص شوية وكتولي عندك حاجة مزيانة، والله كيبارك في الخدمة المتقونة. وراحنا ديما معاكم عواشر مباركة، تبارك الله عليكم الإخوان.